سوف أتحدث عن واحدة من أهم قرى الاستياف في لبنان، خاصة في عصرها الذهبي التي عاشته منذ بدايات القرن الماضي، القرن العشرين، وحتى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. هذه البلدة كانت وظلت عبر مراحل تاريخية طويلة مجرد محطة قوافل، لكن أصبحت مأهولة مثل ما قلنا مع أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، عندما بدأ العائلات البيروتية الأرستقراطية من آل سرسق وتابت وغيرهم بنوا منازل لهم في صوفر، وغيرهم من أيضا العراقيين والمصريين والفلسطينيين والسوريين. عام 1895 كان تأسيس أو كان إنشاء خط سكة الحديد اللي نحن بالقرب من محطتها اللي أنشئت في صوفر، وهذه المحطة أمنت إضافة لصوفر عبر سهولة وصول السياح وسهولة وصول المصطافين إلى سواء فندق صوفر الكبير اللي تأسيسه كان تقريبا عام 1885 من إبراهيم سرسق اللي استقدم له فنانين ومهندسين إيطاليين بالإضافة لللبنانيين أكيد، وتم إنشاؤه وكان واحد من أشهر فنادق الشرق وضم كازينو، كان نادر وجود كازينوات بالفنادق هذيك المرحلة، واستقطب هذا الفندق العديد من الشخصيات المرموقة والمعروفة لبنانيا وعربيا ودوليا، من ضباط عثمانيين جمال باشا وغيره من الضباط وإداريين، إلى ضباط فرنسيين زمن الانتداب، إلى رؤساء جمهوريات لبنانيين ورؤساء وزراء وحكومات ووزراء أيضا ونواب وغير من الشخصيات المرموقة، بالإضافة للعديد من الفنانين. استضاف هذا الفندق فنانين كبار وأوركست وفرق موسيقية أوروبية كبيرة أيضا، يعني سجله حافل على هذا المستوى، بالإضافة لأنه كمان نتيجة لموقع صوفر الاستراتيجي، هذا النقطة الواصلة بين بيروت والبقاع، بين المتن والشوف، أيضا استضاف هذا الفندق الكثير من الاجتماعات الشهيرة، يمكن أشهرها الاجتماع اللجنة العسكرية العربية اللي تم سنة 1944، واللي على أثره بسنة 1945 تم تأسيس جامعة الدول العربية. إذن هذا زاخر هذه البلدة بمجملة، وهذا الفندق بالخاص زاخر بالمحطات التاريخية الهامة جداً.